السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا وين غادي نتكلموا على المباراه تاع المنتخب ليزوتو هو اللي يستقبل المنتخب المغرب، لكن في ملعب المغرب في ملاعب المغرب. وين بدات المباراه في 5 دقائق 0-0، تغييرات في التشكيله يعني ب8 لاعبين تغيير، وين دارهم الركراكي، وهذه يعني امام ليزوتو، يعني نقولوا امام ليزوتو بين نجوم المنتخب المغربي. شاهدنا وين غير ثمانية في التشكيله، وغير ثمانية، وين اول مشاركه تاع انزو هذاك، يعني اول مشاركه تاعو. هذا يلعب يسيي فيها، يشوف فيها، وعنده الدوزيام ميطو، عنده 5 دوزيام ميطو، يشوف وين مباراة يعني من أجل يعني ما أدري كيما نشوف المغرب يتلعب بالدراري على بالك، ريتشاردسون، خموس، وناحي معاهم، وناحي يعطي فرصة باش يلعب. لما ترى هناك زخم كبير من اللاعبين في الشقة الهجومي، ما شاء الله، عدي راسي يوسف أنصيري، سفيان، شو الناس اللي خدمت حنايا 5 سنين وحنايا قاعدين بنديروا عائلة. عرفت شو؟ ها روح هالبوت اللي لعب تعبوا شيء تاع الاخر سموه باير ليفركوزن. سبع دقائق لعب 3 ركنيات. الشعبي راه يلعب من اقصى جنوب افريقيا، من يعني البلاد ومنطقه طلعها حاضر في اكثر منتخب الصوت، هذا اكراد اللي طلع. لكن هنا نتكلم عن ليسوتو، منتخب اللي متاخر جدا في ترتيب الكاف قبل الحديث عن ترتيب الفيفا. هذا هذيك هو ديال هذه التشكيله. انا قلت لكم باللي نشوف، راه نقول لكم المنتخب المغربي راه يوجد المنتخب 2030، الناس اللي تخدم 2030. شو استراتيجيه خارطه الطريق كيفاش دايره؟ شو خارطه الطريق كيفاش العمل كيفاش داير؟ الناس اللي توجد 2030 بالصغير. ايوا هذه هدرتها، والله لا هدرتها بك، كانوا يلعبوا قلت لكم شويه في الدفاع. المنتخب المغربي خاطر علاه البارتي اللي فاتت لادفيرسير وصل بزاف للمنتخب، لمنطقة المنتخب المغربي. يخدم في المنصب تاعه أمي البولوم ربعة ثلاثة ثلاثة وتتحول ربعة زوج ربعة سيطرة. بس خماش حطها، بغى يحطها فوق راس الكعبي على بالك يا ودي، والله بالميتر
كوم سي ديفونسور خرجها. على هذيك نقولوا بلي هما شوف ما شاء الله عليهم، عندهم منتخب، عندهم منتخب، بغينا نبغوا بغينا نكرهوا، عندهم منتخب، عندهم فيها نقائص، هي الشاهدة نقائص عند ركرادي، وهي يعني ميسي باغي يصلح في لاعبين ديق له. شوف واحد كيما ركرادي ديق له يحط الثقة في اللعابة كيما ريتشانسون وكلش فيديو تيرا ليخ يحط لهم الثقة هذه. أرتورو برافو، ليرو برافو، كاع أونترينير جايب كاع اللعابة، هذا هو أونترينير، يخدم يخدم مع المجموعة، ما يخدمش بالأسماء، ماشي يعني عندنا كان عندنا مدرب سابق يخدم بالأسماء، اليوم راهي عندنا مدرب يخدم بالمجموعة، الناس مخلعة جاتهم فيزا. ملاعب المغرب هاكتو، ملاعب المغرب فريق، ملاعب فريق ما شاء الله، شعب المباراة، سبع منتخبات والله لا سبع منتخبات عندهم. ها سبع منتخبات على مليح هذا هذا التصفيات اللي يلعب فيه مليح للركرادي باش باش يصير لعبة ما يدخل بلعبة تيب تاعه ايكيب تيب مليح هذا عرفتو جاتها فرصة ستة تاع لي مات نقولو صح بالك يلعب على الربحة باش الكلاسمون تاع الفيفا ما يسمعش في النقاط يكون نزيه ما يسمعش في النقاط بصح السيلة لازم يخدم يخدم ايكيب تيب وخاصة وين عنده بعض النقاط في الميليو تيرا خاطر على كي تشوف لادفيرسير الماتش اللي فات وصل له بزاف 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 كاري دي زويت خلاه كاري دي زويت يسوطوا منهم بخطة 5-4-1 يسوطوا منهم بخمسة أربعة واحد تربع رام عشرة في عشرة في لا في لا ديفو وخلطة إلياس خموس استحواذ استحواذ طابين روح 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 لا حول الله طراس ديفونسي ادم والله لا لعاب خويا والله لا كان غادي يماركي كان اول هدف تاعو في اول مشاركه والله لا دخل خطفهم على بالك يوجدوا شوف خارطة الطريق تاعهم يوجدوا والله لا يوجدوا الكوب دي موند بوي 2030 2026 راه مجدلة والله لا مجدلة الوجوه تاعهم هادو الأغلبية يروحوا إلا فين كاين الأغلبية اللي يروحوا يشاركوا يكون عندهم يونس عبد الحميد يونس تمشي للطرف الأيسر متابعة بعد ذلك من آدم آدم يعطينا انطباع إيجابي في الربع الساعة الله يلعب هذا الله يبارك الله يبارك يلعب لما تجيك فرصه اولى اكيد تحاول ان تظهر كل ما لديك وهذا ما يسعى اليه اللاعب ادم اصلو ادم يلعب قصيره مع سيمون احي من عتا اسبانيا ادم اصلو من عتا والله لا من عتا اسبانيا الاطراف البينيه البينيه في اتجاه عدلي ادم اصلو يحاول استرجاعها ترجع لمنتخب لسطو حذاري من ترك المساحات لا طراقه من جانب اللاعب الليتس كونتراتات اي الجواب
ايوا قارعوا وشوفوا. هي حقيقة ريتشارسون لأنه اختار الوجهة الصحيحة، تكلم على الدوري الإيطالي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله معاكم دائما بجديد. ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.